يبدو أن خريطة الأهداف يعني التي تقصدها إسرائيل في سوريا هي المطارات، مثلا مطار حلب الشهر الماضي رأينا قصف لمطار حلب خرج عن الخدمة لأيام، كذلك قرب مطار دمشق أماكن ممكن أن تهبط فيه طيران إيراني يحمل أسلحة وذخائر، كذلك الأماكن البحث العلمي دائما تقصف سواء قرب دمشق أو خارج دمشق قرب حمص أو حتى في أماكن أخرى، ولكن ما هو استهدف بالأمس كان ممهدا للقصف الذي جرى من البحر، جرى استهداف مراكز الدفاعات الجوية التي استحدثت حديثا، هي دفاعات جوية إيرانية جرى ضربها قبل الغارات التي حصلت من فوق الأراضي اللبنانية باتجاه المعالم التي العسكرية التي ضربت من قبل العدو الإسرائيلي. يعني بنك الأهداف هو الدفاعات الجوية ومراكز الأبحاث العلمية والمطارات وأي مركز مستودعات عامة. يبدو أن مستودع أسلحة وذخائر وفق ما ورد وفق بعض الإعلام الإسرائيلي هو ما استهدف بالقرب من طرطوس، وكان وفق الإعلام الإسرائيلي أنه حصل انفجارات كثيرة في هذا الموقع لأنه هو مستودع لأسلحة يملكها حزب الله ممكن أن يستخدمها إلى لبنان. نعم سيادة العميد، يعني هذه الاستهدافات سواء كانت لحزب الله أو أي عناصر تابعة لإيران، لكن إيران إلى الآن لم تستطع تجنب هذه الاستهدافات، هل يمكن تفسير هذا الأمر بأن إيران ضعيفة من هذه الناحية أم أن إسرائيل قوية من ناحية الاستخبارات من ناحية امتلاك الأسلحة الدقيقة لاستهداف هذه المواقع بعينها؟ يعني الحالتان صحيحتان، ما أشرت إليهما صحيحتان، ولكن نحن تكلمنا على شاشتكم منذ فترة بأن الإيرانيين ساعدوا الدفاعات الجوية السورية باستخدام أسلحة دفاع جوي تملكها إيران مبنية على أساس ما تملكه من أسلحة SS-200 السوفيتية القديمة، وجرى تطويرها في إيران وتعهد الإيرانيون بإرسال جزء منها إلى سوريا لتأمين دفاعات حول الأماكن الهامة وبالذات حول العاصمة دمشق. يعني حاول الإيرانيون أن ولكن هذا الموضوع لا يكفي في ظل السيطرة الجوية الإسرائيلية سواء بالاستعلام وسواء على طول بطائرات استطلاع فوق الأجواء، حتى لو لم تدخل الأجواء تستطيع أن تصور من مسافات بعيدة. اليوم التقنيات الحديثة تمتلك يعني عبر الأقمار الصناعية وعبر الطيران المسير ممكن أن يحصلوا على كثير من المعلومات في هذا الموضوع. ليس ضعفا إيرانيا، حاولت إيران نجدت عناصرها وفق اتفاقياتها مع سوريا، ولكن هذه الأمور لا تكفي. كان ممكن أن يحسم تلك الأمور هو موقف روسي واضح بهذا الموضوع. يعني اليوم التنسيق ما بين روسيا وأن تحترم روسيا ما تسميه الأمن القومي لإسرائيل وأن تضرب عناصر الجيش السوري على أرضهم وهم لا يعتدون لا على إسرائيل ولا مكان، يعني هذا موضوع خطير جدا. يعني الجميع يطلب موقف من الروس، وقف هذا التنسيق مع العدو الإسرائيلي وعدم هل من إمكانية لوقف هذا التنسيق سيادة العميد؟ هل من إمكانية لوقف هذا التنسيق؟ يعني اليوم الروس بحاجة إلى موقف إسرائيلي مساعد في أوكرانيا مثلا، ولكن الروس الإسرائيليون يساعدون أوكرانيا بشكل واضح حتى لو كان لا يعلن ذلك، ولكن هناك تقنيات إسرائيلية أرسلت إلى أوكرانيا والموقف الأساسي مع أوكرانيا. يستطيع الروس مرة واحدة الوقوف مع العرب
مع سوريا، مع أرض سوريا، مع جنود سوريا أكثر من إيران. يعني هذا الموقف المطلوب، وليس موقف فقط أن نجتمع في أستانا وننسق مع الأتراك ومع الإيرانيين على ماذا سيحصل في سوريا. كان من المطلوب موقف روسي يوقف العربدة الإسرائيلية في السماء السورية. نعم، من بيروت العميد ناجي ملاعب، خبير أمني واستراتيجي، شكرا جزيلا لك.